لان كتميز بحضور مهم، حضور ناس مهمين يعني منهم يعني رياضيين كبار غيحضروا معنا، كذلك مسؤولين اللي مهمين حاضرين معنا، حضور فنانين كبار، وغادي يكون فيها بزاف ليموسيون ان شاء الله، لان غادي نحاولوا نعرضوا على كاع الاصدقاء ديال السي احمد الصعري يكونوا معنا ان شاء الله. بعد الحال كل سنه كنوجهوا الدعوه ل... لا ما كنقولش لك ما قبلش، حنا كنحطوا لهم الدعوه كتعيط له في التليفون كتقولها له. العام اللي فات عرضنا على الوزير ما جاش، هذا العام اللي قبل منه عرضنا على الوزير ما جاش، العام الاول اللي درنا هذا كان حضر السي الخلفي الله يجازيه بخير، جا حضر معنا وعطى الكلمه ديالو. يعني بالنسبه لهاد السنين اللي من بعد منه هو ما بقاش حتى واحد. هذا العام حنا دابا رسلنا الوزير الاتصال والثقافه السي العرج، كنتمناو انه يحضر معنا لانه خصو يكون حاضر، وماشي غير يحضر، يحضر وخصو يساهم، خصو يعاون. وكذلك وجهنا الدعوه ان شاء الله، الملفات غدا غيوصلوهم كاملين، وجهنا الدعوه للسي الطالبي ديال الشباب والرياضه، لاننا كنكرموا رياضيين كبار، خصو حتى هو يكون حاضر معنا ويحط ويتعاون حتى هو. كنظن ان السي الطالبي يعني اللي تري اكسيسيبل، لان مؤخرا كنا اتصلنا به على قبل واحد التظاهره رياضيه يعني فنيه، ولكن في واحد المحل رياضي، وكان ايجابي في التعاون ديالو يعني. فنتمنوا ان الاخرين حتى هما يتموا بهذه المساله، لان هادو هما اللي خصهم يسيروا. ما بغيتش نبقى انا لست بمؤسسه، انا مجرد فنان، فماذا بيا ان تولي واحد التعاون ونكونوا مؤسسه بحال المؤسسه. شوف المؤسسه ديال محمد الخامس هي اكبر مثال ديالنا حنا، خصنا نفهموا هذه المسائل. هذه راه ميساج تيتعطاو، شوف مؤسسه محمد شنو حقات، حقات اشياء كبيره في البلاد. فما بالك حنا لا صغر مؤسسه، ان بيتيت فونداسيون زوينه صغيره، وتعاملنا وعندنا فيها ناس اللي كيدعمونا، راه نقدروا نخلقوا بزاف الحوايج في الميدان الثقافي والفني. وهذا الشيء اللي تيهضر عليه صاحب الجلاله في الخطابات ديالو، صاحب الجلاله تيهضر على التكافل الاجتماعي، تيهضر على التعاون، على الاهتمام بالشباب. وقول لي شكون اللي خدام في هذا الشيء؟ راه ما كاينش للاسف الشديد. والخير سي الخير انت كفنان، حتى سعيد الناصري مسكين حتى هو كيجري ما عنده حتى كيكمل من عنده، على ما حد دوا معايا وقال لي كنكمل من عندي، وفعلا كيكمل من عنده. الو حنا فنانه نجيو هذيك الليله غادي نساهموا اقل ما نديروا الصراحه، ممكن نساهموا باش ما هذا اقل ما نديروا، نجيو نساهموا نغنيو لهذوك الناس مجانا هذا، ونغنيو لهم، وان شاء الله كنتمناو نكونوا في المستوى ونفرحوهم، ويكون داك الشيء يكون معنا واحد اخرين اللي فنانين اخرين غيطلعوا ونعزفوا عليهم، وداك الشيء هذا هو التعاون.